البنت دي لما حصل خلافات اسريه في البيت اللي هي عايشه فيه اضطرت ان هي تدور على شغل. فالست دي مجرد ما جت البيت اول يوم والدنيا مشيت تمام والاطفال ناموا راح واخد السلاح وهدد البنت دي تحت تهديد السلاح وبالفعل اغتصبها. وبعد ما اغتصبها جاب ورقه عرفي بينه وبين البنت دي علشان تمضي عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة مع محمد سيف الدين. اتعودنا ننقل لحضراتكم أهم الوقائع وأهم الأحداث اللي بتدور حوالينا لعلنا نتخذ منها عبرة وعظة. الواقعة اللي معانا النهاردة هو اغتصاب فتاة في كلية الطب. الفتاة دي تم اغتصابها تحت مسمى إعلان وظيفي. قبل ما ندخل في تفاصيل حلقة النهاردة ما تنساش تدعم الفيديو ولايك وتشترك في القناة لو انت مش مشترك، ولو انت مشترك ما تنساش تفعل الجرس وكالعادة مستنى اقرا حضراتكم في التعليقات. الواقعة اللي معانا النهاردة هي ابتدت لما كان في أسرة. الأسرة دي كانت دايما على خلافات ما بينهم وبين بعض. الأسرة دي كانت بتعيش فيها البنت أو الفتاة اللي بتدرس في كلية الطب. البنت دي حصل معاها مشاكل بينها وبين أسرتها واضطرت إن هي تصرف على نفسها. كل ده بسبب الخلافات الأسرية اللي بتحصل في المجتمع. لازم نركز في قصة النهاردة علشان هنطلع منها بعبر وعظات كتير. البنت دي لما حصل خلافات أسرية في البيت اللي هي عايشة فيه اضطرت ان هي تدور على شغل، مع انها بتدرس في كلية الطب يعني اصلا المفروض ما عندهاش وقت ان هي تطلع وتشتغل، وخصوصا ان هي في كلية طب. طبعا نزلت اعلان وقالت ان انا مستعدة ان انا اشتغل كجليسة اطفال او ورع اطفال. وبالفعل في واحد شاف الاعلان ده وتواصل معاها لانها كانت سايبه رقم التليفون في الاعلان اللي هي كانت منزلاه. وبالفعل الشخص ده تواصل معاها وقال لها انا عندي اطفال وكنت حابب ان انت ترعاهم او تقعدي جنبهم وترعاهم. وبالفعل راحت البيت واتفقت معاه وانها تاخد مبلغ 3000 جنيه شهريا. ومجرد اول يوم مع الاطفال طبعا كانت بتراعي الاطفال في اول يوم، وبعد ما الاطفال ناموا وهي دخلت الاوضه اللي هي بتنام فيها الشخص ده تعدى عليها جنسيا واغتصبها. اغتصبها تحت تهديد السلاح. الراجل اللي موجود في البيت ده نظرا ان زوجته ماتت وطلب ان الست دي تاجي ترعى اطفاله. فالست دي مجرد ما جت البيت اول يوم والدنيا مشيت تمام والاطفال ناموا راح واخد السلاح وهدد البنت دي تحت تهديد السلاح. وبالفعل اغتصبها. وبعد ما اغتصبها جاب ورقه عرفي بينه وبين البنت دي علشان تمضي عليها، علشان البنت لما تروح تعمل اي حاجه في اسم الشرطه يبقى كان في ورقه عرفي بيننا وبين بعض. من هنا البنت بعد حدوث الواقعه تاني يوم راحت عملت محضر في اسم الشرطه بان تم الاعتداء عليها من الشخص ده، وحكيت لهم القصه من البدايه ان انا كنت بدور على شغل والشخص ده تواصل معايا واول ما رحت في اول ليله تم الاعتداء عليها جنسيا. بالفعل قدروا ان هم، ومن هنا طبعا تمكنت رجال الشرطه من القبض على المتهم ده ومواجهته بالاقوال اللي البنت دي قالتها. وطبعا اعترف على نفسه والبنت اشارت كمان على مكان الطبنجه لانه كان بيهددها بطبنجه صوت هو شايلها في بيته. طبعا من هنا الشرطه بدات تحقق مع المتهم ده واعترف على نفسه ان هو بالفعل عمل مع البنت دي كده وقال ان انا كنت في حاله حرمان. اي حرمان اللي يخليك تهتك عرض بنت او تهتك حرمه اي بنت. البنت دي لو كانت اختك انت مش هترضى عليها كده. ومن هنا طبعا الشرطه بدات تحول المتهم ده على النيابه، والنيابه طبعا امرت بحبس المتهم ده 4 ايام لحين الانتهاء من التحقيقات وعرض البنت دي في الطب الشرعي علشان يوضح لنا هو ايه اللي حصل بالظبط مع البنت دي. فرجاء خلوا بالكم من نفسكم وخلوا بالكم ان المشاكل الاسريه اللي بتحصل في اي بيت ممكن تكون سبب في فشل واحد من العيله او فشل العيله كلها. واكيد في حوادث وفي وقائع كتير جدا اتكلمنا عنها قبل كده ولسه ياما هيحصل، واللي يعيش ياما يشوف زي ما بيقولوا هيشوف اكتر. ولحد هنا طبعا وصلنا لنهايه حلقه النهارده. ما تنساش تدعم الفيديو ولايك وتشترك في القناه لو انت مش مشترك، ولو انت مشترك ما تنساش تفعل الجرس وكالعاده مستني اقرا حضراتكم في التعليقات. انتظرونا في حلقه جديده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.